السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإيان. إذا في الفيديو ديال اليوم غنقوم بتصحيح فرض لمادة الرياضيات للمستوى الخامس. رابط الفرض غتلقاوه في صندوق الوصف. إذا غنبداو مباشرة بتصحيح الفرض. غنمشيو للسؤال الأول. إذا السؤال الأول كيقول ضع وأنجز العمليات. إذا عطاونا جوج العمليات، عطاونا عملية الجمع وعملية الطرح. إذا غنبداو بإنجاز عمليات الجمع. دائما في عملية الجمع خصنا نجدو العملية بشكل صحيح في الطريقة العمودية. إذا غنبداو بوضع العدد الأول، إذا 45,000 و91 زائد، إذا العدد الثاني، إذا خصنا من الوحدات أسفل الوحدات 3، ثم العشرات 4، رقم المئات، ثم وحدات الآلاف وعشرات الآلاف. غادي نوضعو خط العملية وغنبداو بإنجاز العملية. 1 زائد 3 4، 9 زائد 4 13، نكتب 3 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 0 1 زائد 2 3، 5 زائد 9 14، نكتب 4 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 4 5 زائد 1 6. إذا الجواب هو 64,334. ننتقل الآن إلى العملية الموالية اللي هي عملية الطرح. إذا فيها الأعداد العشرية. إذا غنوضع العدد الأول اللي هو العدد الأكبر 2827.1. غنوضع العدد الثاني، إذا غنعمل الفاصلة هي الأولى، ثم غادي نوضع الجزء العشري اللي هو 8، ثم الجزء الصحيح إذا 0 2، ثم 9. دائما خصنا نضبطوا الوضع. ها خط العملية وعملية الطرح وغنبداو بالإنجاز. إذا 1 ناقص 8 لا يمكن، نسلف 1 ونرد سلف. 11 ناقص 8 3، ننزل الفاصلة. 7 ناقص 1 6، 2 ناقص 2 0، 8 ناقص 9 لا يمكن، نسلف 1 ونرد سلف. 18 ناقص 9 9، 2 ناقص 1 1، وغيكون الجواب هو 1906.3. وبهكذا غنكون انتهينا من السؤال الأول وننتقل إلى السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني ماذا يقول؟ أتمم الجدول التالي بما هو مطلوب. إذا هنا عندنا عدد مكتوب بالأرقام وخصنا نكتبوه بالحروف، وفي الحالة الثانية عدد مكتوب بالحروف ومطلوب منا نكتبوه بالأرقام. إذا غنبداو نكتبو العدد الأول. إذا العدد الأول هو ماذا؟ هو 4,820,800. إذا أكبر فصل هو فصل الملايين اللي فيه 4 ملايين. إذا غنكتبو 4 ملايين، 4 ملايين و800 و800 مئة و20 و20 ألفا و20 ألفا و800 و800 مئة. إذا غادي نحاولوا نوضعوا العدد في المكان ديالو بشكل مضبوط. إذا العدد هو هذا. إذا نحاولوا نعوضوا الكتابة باش تشوفوها بشكل أوضح. نعم، إذا الجواب هو هذا. إذا ننتقل الآن إلى العدد الثاني. إذا العدد الثاني هو 8,530,070,000. إذا لا العدد بالحروف، إذا مطلوب منا نكتبوه بالأرقام. إذا نكتبوه بالعدد، إذا غنبداو بفصل الملايير. إذا 8 مليارات، إذا فصل الملايير غنكتبو 8 مليارات. غنتقلوا الفصل إلى ماذا؟ إلى فصل الملايين. إذا شنو عندنا في فصل الملايين؟ هو 530. إذا غنكتب 530. إذا هنا فصل الآلاف غير مذكور، إذا غنعمل 3 أصفار، ثم غادي نمشي لماذا؟ إلى فصل الوحدات البسيطة فيه 70. إذا هنا 70، وبهكذا غنكونوا جاوبنا على العدد. غنتقلوا الآن إلى السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث يقول قارن الأعداد التالية باستعمال الرمز
المناسب ديالها تساوي أكبر وأسرع. نعم، إذا هنا غادي نبداو بالمقارنة الأولى. إذا هنا عندنا كنعتمدوا على الفصل الأكبر، إذا شكون هو أكبر فصل هنايا؟ إذا هو فصل الآلاف، في العدد الثاني هو فصل الألف، إذا نفس الفصل، إذا غنقدروا نعملوا بالمقارنة. إذا هنا عندنا 8 بمئوية 92 وهنا ماذا؟ 9، إذا كيعني بأن العدد الأول كيف هو؟ أكبر من العدد الثاني، إذا غنكتبوا أكبر. نعم، إذا هي 8 بمئوية 92 1029 أكبر من 9999. غنتقلوا إلى المقارنة الثانية، إذا هنا أكبر فصل هو فصل الآلاف، وهنا أكبر فصل هو فصل الملايين، إذا هنا مباشرة بما أن هنا فصل الآلاف وهنا فصل الملايين، إذا غيكون العدد الأول أصغر من العدد الثاني، إذا هنا غادي نعمل أصغر، ها إذا أصغر. غنتقلوا الآن إلى المقارنة الثالثة، إذا هنا المقارنة الثالثة عندنا العدد الثاني كيف هو؟ إذا مكتوب بالتفكيك الجمعي، إذا هنا ملي كيكون عندنا تفكيك جمعي خصنا نحاولوا نكتبوا العدد في على شكل أعداد بالأرقام، إذا هنا غادي نحولوا باش نقدروا نقوموا بالمقارنة، إذا غادي يساوي لنا 601000، إذا هكذا غادي نحول الكتابة الجمعية إلى كتابة رقمية. دابا غنقدر نقوم بالمقارنة، إذا هنا الفصل الأكبر هو فصل الآلاف، هنا كذلك الفصل الآلاف، إذا غنقارنوا هذا الفصل الآلاف، إذا 114 وهنا 601، إذا كيدل بأن العدد الأول أصغر من العدد الثاني، أصغر من العدد الثاني، وبهكذا غنكونوا انتهينا من السؤال الثالث. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع، إذا السؤال الرابع يقول فكك الأعداد التالية كما في المثال التالي، إذا هنا عطاونا العدد قاموا بالتفكيك ديالو، كنلاحظوا هنا التفكيك حسب الفصول، إذا هنا الفصل ديال الملايين كيعطينا 70 مليون، الفصل ديال الآلاف كيعطينا 34000، وفصل الوحدات البسيطة 554، إذا غنقوموا بنفس العملية بالنسبة للأعداد الموالية، إذا شنو غادي يكون هنا التفكيك؟ إذا غنكتبوا فصل الملايين 393، وغادي نضيفوا الأصفار في الآلاف، ثم الأصفار في الوحدات البسيطة. زائد غادي نمشيو دابا الى ماذا؟ الى فصل الالاف، اذا هنا غنضيفو 690 وغنضيفو 3 اصفار، ثم الوحدات البسيطه اللي هي 282، وهكذا غادي نكونوا قمنا بالتفكيك. اذا هنا غادي نحاولوا باش يكفينا المكان، نحاولوا نوضحوه اكثر. نعم، إذا ها هو التفكيك. إذا غنتقلوا الآن إلى التفكيك الموالي، العدد الموالي، إذا هو ماذا؟ نعم، غيكون 819، إذا الفصل الألف غادي نضيفوا 3 أصفار، ثم غادي نمشيو للوحدات البسيطة اللي هي 230، وهكذا غادي نكونوا قمنا بالتفكيك وانتهينا من السؤال الرابع. ننتقل الآن إلى السؤال الخامس، إذا السؤال الخامس يقول أتمم التحويل بتوظيف جدول التحويلات. إذا هنا عطاونا جدول التحويلات باش يساعدونا على هاد التحويلات. إذا هنا الوحدات اللي معطينا هي وحدات المساحة، إذا 14 متر مربع كم يساوي من هكتومتر مربع؟ إذا غادي نكتبوا هاد 14 في جدول التحويلات، إذا هنا كنمشيو الرقم الوحدات اللي هو أربعة، إذا غنكتب أربعة في المتر، نعم، ثم واحد، إذا مطلوب منا نحولو على هكتومتر، إذا غنبقى نضيف الأصفار حتى كنوصل للهكتومتر، إذا صفر صفر صفر، إذا هنا غادي نضيفو الفاصلة وغيكون الجواب هو 0.0014، إذا غنكتبو الجواب 0.0014، إذا ها حنا قمنا بالتحويل الأول. ننتقل الآن إلى التحويل الثاني، إذا 7.2 سنتيمتر مربع كم تساوي من مليمتر مربع؟ إذا غنستعملوا بجدول التحويلات وغنكتبوا العدد، إذا كنعتمدوا على رقم الوحدات اللي هو 7، إذا هو اللي غنكتبوه في الوحدة، إذا 7.2، إذا ها هي 2، إذا شنو غادي نعملوا؟ غادي نضيفوا الأصفار، إذا أول حاجة غنتخلصوا من الفاصلة، ثم غادي نضيفوا الأصفار باش نوصلوا الوحدات المليمتر، إذا غيكون الجواب هو 720، إذا غيكون الجواب هو 720، إذا غنكتبوا الجواب 720 ماذا؟ مليمتر مربع، وها حنا كتبنا الجواب. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي، إذا السؤال السادس كيقول حول للوحدة المطلوبة مستعملا جدول التحويلات. إذا هنا عندنا الوحدات المستعملة هي وحدة الطول
وكذلك وحدات الكتل. إذا غنبداو بالوحدات ديال الطول. إذا هنا 90 ديكامتر كم تساوي من كيلومتر؟ إذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى جدول تحويلات الطول. إذا جدول تحويلات الطول يكون فيه الوحدة الأساسية هي المتر، الأجزاء ديالو الديسيمتر، السنتيمتر والمليمتر، ثم المضاعفات هي الديكامتر، الهكتومتر والكيلومتر. إذا التحويل اللي مطلوب منا هو ماذا؟ قلنا هو 90 ديكامتر. إذا غنكتبو 90 ديكامتر، ندير لنا صفر الوحدات ثم 9، مطلوب منا نحولها إلى ماذا؟ إلى الكيلومتر. إذا هنا غنضيفو الأصفار تركا نوصلو للكيلومتر، إذا غنضيفو الفاصلة، إذا غتكون هي 0.90 اللي هي 0.9. إذا هنا الجواب هو 0.9. إذا غنكتبو الجواب 0.99. إذا هنا هو 0.9. إذا هنا غنمشيو للتحويل الموالي. إذا هنا 0.54 طن كم يساوي بالقنطار؟ إذا جدول التحويلات اللي غنحتاجوه، إذا هو جدول تحويلات الكتل. إذا هنا جدول تحويلات الكتل، إذا الوحدة الأساسية هي الجرام، إذا كاين الأجزاء ديالها ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام، والمضاعفات ديالها كاين الديكاغرام، الهكتوغرام، الكيلوغرام، والقنطار والطن. إذا التحويل الأول اللي قلنا هو ماذا؟ هو 0.54 طن. إذا غنحاولوا نكتبوا 0.54 طن في الجدول ديال التحويلات. إذا 0.54 طن، مطلوبنا نحولها إلى ماذا؟ إلى القنطار. إذا هنا شنو غادي نعملوا؟ غادي نضربوا على الفاصلة وغادي نوضعوا الفاصلة في القنطار. إذا غيكون الجواب هو 5.4 قنطار. إذا غنكتبوا الجواب، إذا هو 5.4 قنطار. إذا 5.4 قنطار. غنمشيو للتحويل الموالي. إذا 29 غرام كم تساوي من سنتي غرام؟ إذا 29 غرام غادي نحاولوا نكتبوها كذلك في جدول التحويلات. إذا 29 غرام كم تساوي من سنتي غرام؟ إذا غنضيفوا الأصفار، إذا كتساوي لنا 2900. إذا غنكتبوا الجواب 2900، وبهكذا غنكونوا انتهينا من السؤال السادس. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. إذا السؤال السابع يقول: احسب بدون استعمال المنقلة قياس الزاوية AOC، علما أن الزاوية AOB زاوية قائمة. إذا هنا في السؤال مطلوب منا نلقاو القياس ديال الزاوية AOC. إذا الزاوية AOC هي هذه، إذا هاد الزاوية مطلوب منا نعرفوا القياس ديالها. إذا شحال القياس ديالها ولكن بدون استعمال المنقلة؟ إذا كنعرفوا بأن الزاوية القائمة AOB القياس ديالها هو 90 درجة، وكنعرف بأن هذه الزاوية اللي قمنا بالتلوين ديالها باللون الأحمر مع الزاوية القياس ديالها 62 درجة، بجوج بهم كيكونوا لنا زاوية قائمة. إذا المجموع ديالهم غيكون هو 90 درجة. إذا باش نلقاو القياس ديال هذه الزاوية هذه، غادي نقوموا بإيش؟ بالقيام بعمليات الطرح. إذا غنعملوا 90 ناقص ماذا؟ إذا 90 درجة ناقص 62 درجة. إذا غنحسبوا العملية، إذا كم تساوي؟ نعم هي 28. إذا 28 درجة، وبالتالي غيكون القياس ديال هذه الزاوية هو 28 درجة. بهكذا غنكونوا انتهينا من السؤال السابع. ننتقل الآن إلى السؤال الثامن. إذا السؤال الثامن كيقول: أرسم زاوية AOC قياسها 50 درجة. إذا هنا غنحتاجوا الأدوات الهندسية. إذا الزاوية فيها الضلعان، إذا غنرسموا الضلع الأول باستعمال المسطرة، ثم غنحتاجو ماذا؟ غنحتاجو إلى المنقلة. نعم غنحتاجو إلى المنقلة باش نحددو القياس. إذا كنوضعو المنقلة، رأس المنقلة مع رأس الزاوية، وكنشوفو بأن الصفر يكون منطبق، ثم كنقراو 50. إذا هنا 0 10 20 30 40. إذا 50 غادي نوضعو علامة في 50، ثم غادي نرجعو نستعملو ماذا؟ المسطرة باش نرسمو هاد الضلع الثاني. إذا هنا الضلع الثاني، غادي نقطو القلم ديالنا وغادي نرسمو الضلع الثاني، وبالتالي غنكونو حصلنا على زاوية AOC للقياس ديالها ماذا؟ 50 درجة. إذا هنا AOC، إذا خصني نعمل هنا
آه. هنا رأس الزاوية هو O، السي ونضيف القياس ديالها اللي هو ماذا؟ 50 درجة. وبهكذا غنكونوا انتهينا من هذا التمرين، وفي نفس الوقت انتهينا من تصحيح هذا النموذج. نتمنى انكم تكونوا استفدتم من التصحيح، واحد موفق في الامتحانات المقبلة، وإلى اللقاء.